بسم الله، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أداة الجريدنج تول أو أداة تدريج الألوان. عشان أقدر أعمل تدريج في الخلفية بتاعتي في طريقتين أقدر أعمل بيهم التدريج. أول طريقة إن أنا بروح على شريط الأدوات وأختار أداة الجريدنج أو بضغط على جي من الكيبورد عشان أستخدمها من غير ما أروح لشريط الأدوات، وبعد كده بروح للشريط اللي فوق بضغط على قائمة التدريجات وأبدأ أحدد التدريج اللي أنا عايز أعمله. بعد ما حددت التدريج على طول بعديها ببدأ أحدد الستايل اللي أنا عامل بيه التدريج، وعندي من الستايل 5 أنواع. أول نوع هو اللينير بيعمل التدريج على شكل خطي، والتاني نوع الريديال وبيعمل التدريج على شكل دائري، ثالث نوع الأنجل يكون التدريج واخد زاوية معينة أنا اللي بحددها، رابع نوع الريفلكتد يكون التدريج مديني لمعان شوية ده بنستخدمه في الكتابة، وآخر حاجة الدايموند ده بيبقى على شكل ماسك. طيب عايزين نشوف كل تدريج عامل إزاي؟ بضغط على الباك جراوند وبسيب الاقي عمل التدريج بالمنظر ده، ده اللينير، بعد كده الراديو الاقي التدريج على شكل دائري بالمنظر ده، بعد كده الانجل الاقي ان التدريج واخد الزاويه دي، وبعد كده الريفليكتد الاقيه مديني لمعان بالمنظر ده، واخر ستايل عندي هو الضلمه. تمام. بعد كده محتاج اعرف الاوبستي اللي هو وضوح الجريدنج او التدريج ده، بحدده من هنا يعني اخففه او ادقنه. فده كده اول طريقه بقدر اعمل بيها التدريج. تاني طريقه اقدر اعمل بيها الجريدنج او التدريج وهي ان انا بروح على اللاير نفسها وبضغط ضغطتين هيفتح لي قائمه اللاير ستايل. قائمه اللاير ستايل مهمه جدا اللي انا بقدر اعمل تعديلات على اللاير بتاعتي، بس المهم عندنا دلوقتي الجريدينت اوفرلي بعلم عليه، ببدا اروح للاعدادات بتاعته عشان اظبط التدريج بتاعي. اول حاجه الجريدينت بضغط على القائمه دي، نفس القائمه اللي ظهرت لي في الطريقه الاولى، وبرده بحدد التدريج بتاعي. حددت التدريج، تاني حاجه على طول الستايل بحدد نوع من ال5 انواع فليكن الريديال، و زي ما احنا شايفين ظهر قدامنا التدريج في اللير اللي انا شغال عليه. طيب في حاجه عندنا الانجل دي، لو انا حابب ان اعمل زاويه معينه في التدريج زي ما احنا شايفين الاختلاف بيظهر قدامي. تمام. اخر حاجه السكيل، ان انا بصغر او اكبر السكيل حسب الشكل اللي انا عايزه من التدريج. تمام. في حاجه اسمها الريفرس، الريفرس ان هو بيعكس لي الوان التدريج، يعني مثلا زي ما احنا شايفين في الريديو لو انا ضغطت على الريفرس بيخلي لي اللون اللي بره جوه والعكس، يبقى احنا كده عرفنا طريقتين اللي انا اقدر اعمل بيهم تدريج. طيب اخر حاجه خالص، انا هل ما اقدرش اعمل تدريج الا بالالوان اللي تكون في البرنامج او الالوان اللي انا حملها؟ لا، انت ممكن تعمل التدريج الخاص بك اللي انت بتحدد اللونين اللي تكون منهم التدريج ازاي. بروح على المربعين اللي تحت ده بختار اول لون في المربع الاول فليكن اللون ده مثلا، والمربع اللي تحتيه بضغط واحدد اللون الثاني، اي لونين انت عايز تعمل منهم تدريج. وبعد كده برضه بروح على اللاير اضغط ضغطتين واروح على اعدادات الجريدينت اوفرلي وببدا اختار اول تدريج عن ده التدريج المكون من اللونين اللي انا اخترتهم بره، احدده زي ما احنا شايفين كده ظهر قدامي، ببدا احدد او اظبط الاعدادات بتاعت التدريج. هنكتفي كده النهارده ونكمل في الفيديوهات الجايه.